على الرغم من أن فيينا تعتبر من بين أفضل المدن في العالم من حيث جودة المعيشة، والتي تم تصنيفها لأكثر من 10 سنوات على أنها المدينة الأكثر ملائمة للعيش في العالم، إلا أن تكاليف الحياة أصبحت أكثر مقارنة مع السنوات العشر الأخيرة. فبحسب مكتب الإحصاء النمساوي وغرفة العمل في فيينا، تبين ارتفاع الدخل السنوي إلى 17%، حيث لم تواكب الأجور والرواتب ارتفاع الأسعار، وبالتالي سيصبح سكان فيينا أكثر فقراً مع بداية هذا العام. ومع الانتعاش الاقتصادي القوي لمنتصف العام الماضي وارتفاع التضخم في النصف الثاني من العام نفسه، كان لابد من إقامة اتفاقيات لزيادة الأجور لعام 2022. فمن هي الفئات التي ستطالها زيادة الرواتب؟ أولاً، زيادة الرواتب للعاملين في الرعاية الطبية المنزلية بنسبة 1.8% بحسب المستوى وعدد ساعات الرعاية الطبية المقدمة. ولابد للإشارة إلى أن المرض أصبح أكثر كلفة في النمسا مع ارتفاع رسوم الوصفات الطبية وخدمات البطاقة الإلكترونية. زيادة الحد الأدنى للرواتب بنسبة 3.1% للموظفين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. رفع الأجور والرواتب ل 134 ألف عامل وموظف في قطاع صناعة المعادن بنسبة 3.55%، وذلك عقب الإضرابات التي قام بها عمال المعادن. أيضا سيحصل موظفو الخدمة المدنية على متوسط زيادة في الأجور بنسبة 3%، كما ستزداد الدخول المنخفضة بنسبة 3.22% اعتبارا من بداية هذا العام، وسيتم تخفيض هذه الزيادة بعد ذلك إلى 2.91% لذوي الدخل المرتفع. هناك أيضا زيادة لموظفي ومتدربي تجارة البيع بالتجزئة تصل إلى 2.8%، وسيتم زيادة الراتب الأولي إلى إجمالي 1800 يورو اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني لهذا العام. سيتم زيادة دخل المتدرب من التلمذة الصناعية أيضا بنسبة 50 يورو زيادة لكل سنة، وسيتم زيادة جميع بدلات التأمين الصحي بنسبة 3.1%. أيضا هناك زيادة في المعاشات التقاعدية بشكل تدريجي من 1.8 إلى 3% للمعاشات التي تصل إلى 1000 يورو، ثم ترتفع بشكل تدريجي لتصل إلى 1300 يورو مع الزيادة. ويتوقع هذا العام أن يواجه تضخما بنسبة 6.2%، وسيؤثر ذلك في المقام الأول على ذوي الدخل المنخفض. وتبقى المرأة في النمسا تعامل في الأجور بتمييز عن الرجل، فعلى الرغم من زيادة الأجور والرواتب، إلا أنه لا يزال هناك فجوة في الأجور بين الجنسين، إذ تتقاضى المرأة في النمسا 18.5% أقل من متوسط دخل الرجل محسوباً على مدار العام. هذا يعني أن المرأة تعمل مجاناً خلال 68 يوماً الأخيرة من كل عام، كما أن النمسا تأتي في مؤخرة دول الاتحاد الأوروبي بالأجور بين الجنسين. كنت معكم أنا سيلفانا، إلى اللقاء.